فيها مكتوب كنت خدام عند الناس وفي آلات فلاحية وكتاب هذا المكتوب جا عندي الوليد ماكينة ديال الحصاد وجا بغي يحيد واحد الشوكة مشات لي يدور الكروة قطعت لي الويدة من رمضان 27 في العواشر ديال رمضان من العواشر ديال رمضان وحنا في المستشفى ديال محمد السادس في مراكش وحنا خويا كان سواني والغالب الله وما في حالناش وهذا مكتوب قدر الله وهذاك الراجل ما عندوش لا سورانس وسمحنا ليه ما عندنا ما قديناش نتابعه غادي غير ندول السجن وهكا وهكا وانا كنت عايش معاه الوليدات وكيعطيني آلات فلاحيه كنعيش بها انا وياه الوليدات ودرك الغالب الله درك الغالب الله اخويا درك الغالب الله الوليدات انتم ما كتشوفوه حنا راه كاين الله سبحانه وتعالى ورحنا غير في ديور الناس راه ما عندنا لا سكنه لا ما لا دوله عندنا الله سبحانه وتعالى وجوج وليدات عندي جوج وليدات والله سبحانه وتعالى الوليد الكبير ها هو كتشوف المكتوب ديالو وانا الصحه ما بقاش عندي وانا مريض وكنعاني من الكلى وكنعاني من امراض وما تيش قديت نخدم وتوترات عندي الوقت من النهار اللي وقع لي هذا الواقع انا ما بقيتش خدام عاد غير كنتسلف من عند الناس ولاو كيسالوني الناس وتغلباتني الوقت وكنمشي لمراكش والطايره بعيده وكنخسر شله فلوس وما تلقيت ما نخسر والصير غالي والدواء غالي ولا اله الا الله محمد رسول الله انا راه كنزوق في المحسنين يتعاونوا معايا وخويا ساكنه في العروبيه ناحيه قزوله عملت اسفي ودابا الغالب الله خويا راه حنا غير كنتساقلوا غير في ديور الناس من عند العائله من عند واحد لواحد ولا اله الا الله محمد رسول الله واخويا انا مازال كنسواني وكتسالنا الفلوس وما عدناش وغلبتنا الوقت ومازال كنسواني وتابعنا مراكش وحنا غاد اليوم كنا في مراكش والله شاهد عليا عاد اليوم كنا في مراكش وعطونا تاني 8 شهر 10 في مراكش وغاديه كيعطونا 15 يوم نعاودو تاني الرانديفو دابا واخا تشوفوا الويدا برات راه عنده عمليه فيها الحديد بغينا كنحيدوا ليه الحديد بغينا نحيدوا ليه الحديد باش تريد ليه الويدا انت كتشوف الويدا ديالو طب اللي كيقول لنا هكا السبيطار في مراكش كيقول لنا راه غادي تريد ليه الويده ديالو ملي تحيد ليه الحديد دابا هو قطعت ليه الويده راه دايرين ليه الحديد انتم ما كتشوفوا الخياطه ديال الحديد انتم ما كتشوفوا الخياطه ديال الحديد والخدمه كانت ساقل غير مع الفلاحه ودي اخويا ما عندي غير الالات الفلاحيه كنسوق التراكتور كنت لا هادشي ولي كاين كنخدم مع الفلاحه كيدوروا معايا ويعطوني حقي من الحبوب وكا وكا ومعيش الوليدات هادشي اللي كاين شدو بنعيدو على الشوكة وهي تقطعها ليا الماكينة ديال الحصاد كنطلب محسن كنطلبو يعاونوني يعطوني فلوس قبل ما تخرجو ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المواد في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديرو جيم